كويس قوي. انا من ساعه ما قلت لك ان انا ناوي ارجع مصر والموضوع ده تعبك قوي. لا 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 مش قصدي. لا انت ازاي تفكر كده؟ ازاي يخطر على بالك حاجه زي كده؟ عشان بنتك ومدير اعمالك. بس الحقيقه لازم تتقال بقى، كان اللوحه دي اولى انها تترسم في فرنسا قبل ما اموت يعني، مش كده؟ لا بعد الشر مش قصدي اكيد. بص يا لوجين، انا طول عمري بعاملك زي بنتي بالظبط، مش بنت مراتي الله يرحمها. كان نفسي يكون بيني وبينها اولاد، لكن اعتبرتك انت بنتي وما قصرتش معاكي في اي حاجه. كان نفسي مره تغلطي وتحسسيني فعلا ان انا زي ابوكي. الو، ايوه، ايه شنطه ايه؟ ايوه شنطه الوشم طلعها لي. لا اديها لحماده السواق اللي جابني، خليه يطلعها لي فوق. لا مؤاخذة يا باشا، اتفضل. اتفضل فين؟ ده اختوا. لا عايز حاجة؟ اتفضل خش جوه. أنا مش عايز أعمل مشاكل. بس عليه مفيش مشاكل ولا حاجة. تشو ميكو جامي. أشكرك إنك جبت لي الشنطة بتاعتي ده، ميرسي خالص. خلصي بيه. نو مفيش حاجة اسمها نو. ميندان إلي دوفوني تون أمي. إلى أمي معاك هو. أنفيت لو. سيبك من البرطبة ده. بتتكلم ولا بتعمل إيه؟ المفروض إن أنا مديرة أعمالك وتحترم كلامي قدام الناس. دوشة دوشة دوشة. ده أنت ما بتعبرنيش حتى ما ينفعش. ده عين. وحقي جلال اللي ده عين. أنت تتحرش بيا؟ نمتوش با إسباس دو كرابي. تو فيها. ولا يهمك ولا يهمك، سيبك من البرطمة دي. فين الشنطة؟ هيا يا باشا الشنطة. الله يخليك، مش عارف أقول لك دي مهمة جدا في حياتي. طبعا. حطها هنا زي السنة. حاضر يا باشا. هتا دي فيها حياتي. معرفش دي ايه. يا خبر أبيض، دي كل حياتي فيها. لا مؤاخذة ناس، معلش معرفش هو أنت قلت لي حطها هنا. معلش حطها. لا مؤاخذة يا باشا. حطها برفق مش كده. أمرني بحاجة يا باشا؟ دي واحدة دي واحدة. تعالى تعالى بس تعالى، خد 500 جنيه دول. اعمل بيهم اجيب بيهم ايه؟ لا ده حلاوه انك جبت لي الشنطه دي. لا والله. والله حلاوه الشنطه. ايوه ده نفسي تضيع واجيبها لك تاني. مروه عفوا يا ريس. ونادين عفوا يا حسين. ناجي مساء الفل حماده. بس انا فهمت طلبكم، خدوا الأرداف دي هترسمكم وتقرب العرسان منكم. طب ما مصيره ما يشوفونا على طبيعتنا. يا ست الضلبة ستارة، أبيض في النور ومفيش حاجة هتبان. لا يا عم ناجي، احنا عايزين نفضل كده على طبيعتنا أحلى. اسمعي بس يا بنت، أنا بظبطك. لا لا احنا كده أحلى. الحق عليا لو عاوز أعمل منكم ستات. يلا يا راجل يا ممحون. يلا يا ولاد الكلب يا زبالة. وناجي حبيبي. إيه يا عم حبيبي؟ حبيبي حمادة وحشنا وحشنا. إيه يا ناجي؟ انت اخي غاوي لعب عيال كده. بس دخلت عليه. دخلت. خفت. خفت. طب جالي اسهال عشان تستريح. ايد حقيقي ايدي والله. ده حقيقي يا عيني. ايوه كده. اعمل ايه بس يا حماده؟ حد يصدق ان انا اول دفعتي في فنون جميله وواقف الوقفه دي؟ يا عم انك رحمه ربنا يا عم، انت واقف على رجلك في درك زاحف. ده في ناس بنطلوناتها ابيض واسود من القعده على الارصفه. قول الحمد لله. الحمد لله. انت نكدت عليا. ها؟ نكدت عليا. اما دي وظيفه الصديق بقى ما انت بتتكلم فيها. بس انت فين يا عم؟ عندك برفيون حلو. انت بحلى المصفي. حاجه جديده اسمها انوثه. دي احط لها روج دي قبل ما ابخها. لا انوثه اسمع بدي، انا هرشها. ماشي. للدرجه دي حلوه؟ مبهره مبهره. الرياضه دي يا ناجي. إيه؟ انت جايبها من تحت بطنك ولا ايه ورشاش عليا؟ دي من بعد 10 ثواني بالظبط بتقلب ريحه. ايه ايه بقى؟ ملائكي. تصدق حلوه دي. عيب يا اخي. يلا اذا زي يا سيدي مش عارف ايه اللي حصل. هي بقول لك كانت عايزه نفس اليوم برضه. او المصحف نفس اليوم. نفس اليوم والله يعني. نفس اليوم.
يلا صباح يا راجل بقى. سد على فكرة البنات كان عندها حق، انت راجل ممحون. ضحكت عليه وحطيت له نفس الإزازة المعفنة. كنت فين النهاردة انت؟ انت فين؟ اللي انت بتعمليه ده على المسا ده وعلى الارض ده. والله. انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت، انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ وابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب، عارفه. برافو عليك. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن، هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي سفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رايك ولا فيها اي حاجه زياده عني؟ إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة، نورماندي تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي. بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيش؟ حال ما كانش مقرب تحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين، عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. اقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول اللي انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حمادة اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شفتي فجأة؟ بصي فجأة. اللهم صل عليك يا نبي. والله وابور بتاع نجيلة فجأة اتحولت. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ سمية يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العسل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك. بقول لك الحاسب بالبيت هيقع. الله يكرمك. الحاسب بقى خرجني. ضايع بالجنب اهو. يلا سكي.